لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زال الحديث متواصلا حول شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة. وتكلمنا في المرة السابقة عن شخصية المرأة المسلمة مع زوجها، وذكرنا ما يجب عليها، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الكلام حول هذا الموضوع. من طاعة الزوجة لزوجها وبره ألا تصوم في غير رمضان إلا بإذنه، ألا تصوم في غير رمضان إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه ورضاه، يعني لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه ورضاه، ولا تنفق من كسبه إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. شاهد يعني حاضر، ليس بمسافر. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. يعني لو أنفقت نفقة من غير إذنه فإنها ترد إليه من نفقته عليها. وهذا الحديث رواه البخاري، وفي رواية للإمام مسلم: لا تصم المرأة وبعلها يعني زوجها، لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. فلا تتصدق المرأة بصدقة إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان قليلا، شيئا قليلا وتعلم رضاه فإنها تتصدق به. قد تصوم المرأة صوم نفل بإذن زوجها وتصبح صائمة، ثم أرادها زوجها ماذا تفعل؟ فإنها تلبي طلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهذا صوم نفل، فعندئذ تلبي طلبه ورغبته. لكن لو كان صوما واجبا، يعني قضاء رمضان أو صوم كفارة، فهذا صوم واجب، فإنها تستأذنه قبل أن تصوم، فإن أذن صامت،
ولا يجوز لها أن تبطل عملها. إن فعلت لا شيء عليها، وعليها قضاء هذا اليوم، يعني هذا اليوم ما زال من عدد الأيام التي عليها. الانسجام والتفاهم بين الزوجين لا يتحقق إلا بمعرفة ما يحب الزوج وما يكرهه، وكذا أيضا الزوج يعرف ما تحبه زوجته وما تكرهه، فعند ذلك يكون الانسجام بينهما والتفاهم أيضا بينهما. وإذا وضع هذا الدستور الحق الذي يقابله واجب، فعندئذ تتطور العلاقة بين الزوجين إلى أن يفهم كل منهما الآخر من عينه، لأن كل واحد منهما حريص على إيصال الحق الواجب الذي عليه إلى صاحبه، وكل ذلك بمودة ورحمة كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا كان الزوج بخيلا، يعني لا ينفق على زوجته ولا على أولاده النفقة الواجبة، وهنا نتكلم عن النفقة الواجبة وليس الأمور التحسينية، يعني مثلا زوجة تريد أن تغير الستارة، تريد أن تغير السجادة، هذه أمور تحسينية، لكن نحن نتكلم في النفقة الواجبة، الطعام والشراب والكسوة وما يحتاجه الأولاد من نفقات، سواء في تعليم أو علاج ونحو ذلك. فإذا كان الزوج بخيلا يقتر النفقة ولا يوصلها إلى الزوجة ولا إلى أولادها، فلها أن تنفق من ماله من ورائه، ولكن بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة، هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا متفق عليه، لكن لا بد من مراعاة عدم الضرر، فقد تضر المرأة من زوجها ضررا بالغا في ذلك، فتفعل ذلك بدون ضرر يلحقها. وإن وجدت وسيلة غير ذلك تأتي بحقها وحق أولادها من زوجها فلتفعل، ولا تلجأ لذلك إلا إذا لم تجد وسيلة غيرها. والمرأة المسلمة جعلها الإسلام هي سيدة البيت وهي مدبرة أموره وهي التي تتصرف فيه بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها
ومسؤولة عن رعيتها، يعني مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيتها هذه، فتقوم بهذه المسؤولية أنها تقوم على على مسؤوليتها في بيت زوجها بالمعروف، ولتعلم أنها ستسأل أمام الله عز وجل عن هذه المسؤولية، ستسأل عن زوجها وعن أولادها، يعني ما يجب عليها من واجبات ستسأل عنها، لكن لو عصى الزوج ربه ليست بمسؤولة عن ذلك، وإنما هي تسأل عن الواجب الذي عليها. قد يقصر الزوج في واجب الزوجة، ماذا تفعل الزوجة؟ أمرنا أن نتقي الله في من لم يتق الله فينا، فعليها أن تؤدي ما عليها وتسأل ربها عز وجل ما لها. والتقي لا يضيعه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، لا يضيعه الله. فإذا كانت المرأة تتقي ربها سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لن يضيعها. والمرأة المسلمة تكون حانية على أولادها، تكون حانية على أولادها، وتكون راعية لزوجها، وهاتان صفتان من أجمل ما تتجمل به المرأة في كل زمان ومكان. هاتان الصفتان، الحنو على الولد والرعاية للزوج، صفتان أساسيتان للمرأة المسلمة للزوجة التقية في بيتها. يصف النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش فيقول: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش بصفتين عظيمتين: الصفة الأولى أحناه على ولد في صغره، وهذا ما تقول به التربية الحديثة، وهو أن في فترة الصغر للطفل يحتاج الطفل إلى حنان وإلى عطف. وكما روي عن علي رضي الله عنه في التربية: لاعبه سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا. فالسبع الأولى هذه سبع الملاعبة والعطف والحنان، الإشباع النفسي للطفل حتى يشب الولد مستقرا نفسيا وعاطفيا. ولذلك لابد وأن تتصف الأم بالهدوء، وأن تستجلب الهدوء لنفسها بجميع الأسباب، وأن تكون نفسها دائما طيبة منشرحة. وسبب ذلك الطاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى، كثرة تلاوة القرآن، كثرة ذكر الله، الرضا بالله والرضا بقضائه سبحانه وتعالى، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، والمحافظة على السنن الرواتب، كل هذا يؤدي إلى اطمئنان القلب ومن ثم هدوء النفس، فتستطيع أن تستوعب أولادها
يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه شرح له صدره. ألم نشرح لك صدرك، أي نوسع لك صدرك. الصدر الواسع هذا مهم جدا. الصدر الواسع من الزوج لزوجته ولأولاده، الصدر الواسع من الزوجة لزوجها وأولادها، الصدر الواسع لمن كثرت أعباؤه وعظمت مسؤولياته. الإنسان كلما اتسعت مسؤولياته لا بد وأن يأخذ بأسباب انشراح الصدر. هذا الذي يجلس لحل مشاكل الناس والقضاء بينهم في الخصومات، هذا يحتاج لصدر عظيم، صدر واسع عظيم جدا جدا، لأنه سيستوعب هؤلاء الناس جميعا، ومن ثم فهو في حاجة إلى الأخذ بأسباب انشراح الصدر. فمهم جدا أن تكون الأم في البيت عندها هذه الصفة، وأن تأخذ بأسباب انشراح الصدر حتى تستطيع أن تتعامل مع زوجها بهدوء ومع أولادها أيضا بهدوء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. فردد صلى الله عليه وسلم مرارا قال: لا تغضب، قال: لا تغضب. فالغضب هذا جمرة من الشيطان، إذا غضب الإنسان لعب به الشيطان لعنه الله. فماذا نفعل؟ نأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل الأم إنها كذا وهي عصبية ولن تستطيع أن تغير من نفسها، هذا كلام لا تقوله امرأة مؤمنة أمرت أن تزكي نفسها، أمرت أن تغير من نفسها، أمرت أن تحاسب نفسها في الله عز وجل. إذن فإنها تأخذ بأسباب بالأسباب التي تذهب غضبها، والأسباب التي تجعل هادئة منشرحة الصدر، حتى تستطيع أن تقوم بتربية أولادها تربية صحيحة، لا سيما في الصغر. يقول صلى الله عليه وسلم: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. تقوم برعاية زوجها، تقوم برعاية زوجها، وهذه صفة النجاح للزوجة في بيتها. فتقوم الزوجة برعاية زوجها وتهتم بشؤونه في متقلبه ومثواه، في مصبحه وممساه، تعطيه من ذوقها ورقتها وأنسها ما يملأ حياته بشرا وسعادة وطمأنينة وأمنا. هذه عائشة رضي الله عنها على صغر سنها، من يقرأ سيرة عائشة رضي الله عنها يتعجب أنها كانت في هذا السن الصغير، يعني هذه يحتاج إلى امرأة يعني كبيرة في السن عندها من النضج والعقل والخبرة، لكن عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها كان عندها من حسن التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر العجيب جدا جدا رضي الله عنها وأرضها. فكانت رضي الله عنها متفرغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت رضي الله عنها تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، تؤخر قضاء ما عليها من رمضان في شعبان، لماذا؟ انشغالا برسول الله صلى الله عليه وسلم، منشغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا رضي الله عنها وأرضاها.
وكان صلى الله عليه وسلم يطوف نهارا على بيوت أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت رضي الله عنها انشغالا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان. يعني انظرنا إلى هذه الرعاية العظيمة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت رضي الله عنها ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وتحيطه بعنايتها ورعايتها، تطيبه قبل إحرامه وبعد إحلاله، قبل أن يطوف طواف الإفاضة تطيبه بيدها وتتخير له أطيب ما تجد من الطيب، كما روى الإمام مسلم رحمه الله بسنده عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها رضي الله عنها. وهذا رواه البخاري. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى رأسه، يعني أدنى رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي في بيتها، لأنه كان بين باب المسجد وبين باب حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يتسع لمرور رجل، فكان صلى الله عليه وسلم يدني رأسه وهو في المعتكف لعائشة رضي الله عنها فترجله وتغسله. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي وهو معتكف. وهذا صحيح. وقالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا رواه البخاري ومسلم رضي الله عنها. ونتعجب أيضا عندما نرى عائشة رضي الله عنها وهي توصي النساء بأزواجهن، فتقول رضي الله عنها: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها، تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها. وهذا رواه ابن حبان والبزار بإسناد جيد. فهذا يدل على عظيم مكانة عائشة رضي الله عنها، وكذا أيضا عظيم مكانة الزوج عند زوجته، وأن المرأة المؤمنة الصالحة تقوم برعاية زوجها والاهتمام به. فإذا كان الزوج في البيت فإن المرأة تجعل جل وقتها لزوجها، ترعاه في أي شيء، وتلبي طلبه وتلبي رغباته، وتجمع بين حق الولد وحق الزوج، والزوج يكون أعظم. ولا تشعر المرأة المؤمنة الصالحة زوجها بأن ولدها أغلى عندها منه، يعني أنجبت الأولاد. هناك من النساء من تفعل ذلك، أنجبت الأولاد فتجعل جل اهتمامها بأولادها،
ومن النساء من تهجر فراش زوجها وتذهب لتنام بين أولادها. كل هذه أخطاء شنيعة، أخطاء قد تجعل في نفس الزوج شيئا وقد يدخل إليه الشيطان. إنما عليها أن تقوم بالموازنات، والزوج لا تنشغل برعايته وتعطي كل ذي حق حقه وتحافظ على زوجها وأولادها وبيتها، وكل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وبيوتكن وجميع بيوت المسلمين، والله تعالى أعلم. من كتاب الفقه الميسر نتكلم عن الأضحية، يعني الأضحية بعد فقه الحج. الأضحية، الأضحية تعريفها لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى. الأضحية مأخوذة من وقت الضحى لأنها تذبح في ذلك الوقت، وشرعا هي ما يذبح من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، تقربا إلى الله تعالى يوم العيد، تقربا إلى الله تعالى يوم العيد. وهذا من أعظم العبادات، أن يتقرب الإنسان لربه عز وجل بالذبح في يوم العيد، يذبح لله وعلى اسمه سبحانه وتعالى، خلافا للمشركين الذين يذبحون لطواغيتهم ويذبحون باسمها. أما المسلمون فإنهم يذبحون لله ويتقربون لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. وأما حكم الأضحية فهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء سنة مؤكدة. ومن العلماء من يقول هي واجبة على ذوي اليسار، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وغيره. والأدلة في هذه المسألة متكافئة، لذلك حتى الجمهور قالوا سنة مؤكدة ويكره تركها للقادر عليها، يعني الذي يجد سعة ووسع الله عز وجل عليه فإنه يكره له أن يتركها. قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك أي صلاة عيد الأضحى، وانحر أي بعد الصلاة. ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه، ضحى بكبشين أملحين. الأملح اللي هو لونه سواد وبياض، لونه سواد وبياض، والأقرن اللي هو له قرن، والصفاح اللي هي جانب العنق. وأما شروط مشروعية الأضحية، أولا الإسلام لا يخاطب بها غير المسلم، ثانيا البلوغ والعقل، وهذه شروط في كل عبادة لأن المخاطب بالعبادات هو المسلم البالغ العاقل. الاستطاعة، الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة هنا يعني يملك قيمة الأضحية زائدة على نفقته ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام التشريق. يبقى إن زاد يبقى يكون هذا مالكا، عنده استطاعة.
فيستحب في حقه استحبابا شديدا أكيدا أنه يضحي. أما الأضحية تصح ببهيمة الأنعام، لا تصح الأضحية بغير بهيمة الأنعام، لا بد من بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام أصناف ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغنم منه الماعز. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه ضحى بغير هذه الثلاثة. تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، يعني الرجل عنده زوجة وعنده أولاد يذبح شاة، يعني لو ذبح خروف أو ذبح ماعز فهذا يجزئ عن الرجل وأهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى صلى الله عليه وسلم قال: هذا عني وعن أهل بيتي، أو عن أهلي، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة، هذه الشراكة، أن يشترك سبعة في ذبح بدنة، البدنة اللي هي من الجمال من الإبل بدنة، وكذا في بقرة يشترك السبعة في بدنة أو بقرة. طب ينفع اشتراك في الغنم؟ لا يصح، الاشتراك يكون في البقر أو أو الإبل. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهذا كان في الهدي، هذا كان في الهدي، وكذا في ويقاس عليه التضحية، يعني الضحية. هناك شروط معتبرة في الأضحية: أولا السن، لازم السن، لازم يكون اللي احنا هنذبحه هذا يكون قد بلغ السن المعتبرة. الإبل يشترط أن يكون قد أكمل 5 سنين ودخل في السادسة، البقر يشترط أن يكون قد أكمل 2، المعز يشترط أن يكون قد أكمل 1، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. الجذع من الضأن اللي هي قيل ما لها 6 أشهر وقيل ما لها 10 أشهر، 10 أشهر وقيل ما لها 9 أشهر وقيل ما لها 1 سنة كاملة، موضع خلاف بين العلماء لخلافهم في تعريف الجذع لغة. والجذع من الضأن هذه تجزئ، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أصابني جذع، قال: ضحي به. الشرط الثاني السلامة، السلامة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللحم. في 4 عيوب، 4 عيوب لا بد من اجتنابها في الأضاحي. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، فمن باب أولى العمياء، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها،
والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء الهزيلة، لا تنقي يعني لا مخ لها لهزالها. هذه عيوب أربعة لا تجزئ في الأضاحي، وما عدا ذلك من العيوب فيكره ولكن تصح بها الأضحية. أما وقت الأضحية فيبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، أما من لم يصليها فيذبح بعد طلوع الشمس بمقدار بعد طلوع الشمس يعني في وقت الضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين، لحديث البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وهذا متفق عليه. يستمر وقت الأضحية وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. وهذا رواه أحمد رحمه الله والبيهقي وغيرهم. والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد الأفضل، لحديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. يبقى الأفضل إن هو بعد صلاة العيد يذبح، هذا هو الأفضل ليرجع ويأكل من أضحيته. ماذا يصنع المضحي بالأضحية؟ يسن له أن يأكل منها وأن يهدي منها للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعلها أثلاثا، يعني يقسمها أثلاثا، ثلثا لأهل بيته وثلثا يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. وهذا أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه. ويجوز أن يدخر لحوم الأضاحي، يعني ممكن عايز يدخر منها، له أن يدخر منها بعد ثلاثة أيام، يعني أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. إذا دخل هلال ذي الحجة، إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحد منا أن يضحي يحرم علي أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، حتى يضحي. والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إذا دخل العشر وأراد إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي روايات فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وهذا رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
تكلمنا من كتاب المنة عن التعطيل، والتعطيل هو نفي الصفة، نفي صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكرنا أن أهل السنة يثبتون لله أسماءه الحسنى وصفاته العلى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، يعني لا يماثل الخالق بالمخلوق، ومن غير تعطيل، يعني لا ننفي الصفة عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن غير تحريف. ويقولون إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. تكلمنا في المرة السابقة عن تعطيل الباطنية وتعطيل الفلاسفة وتعطيل الاتحادية من الصوفية. أما تعطيل الجهمية الأوائل النفاة لصريح الكتاب والسنة، الجهمية هؤلاء نسبة إلى رجل زنديق اسمه الجهم بن صفوان، اسمه الجهم بن صفوان. هذا نفى أسماء الله ونفى صفات الله سبحانه وتعالى، حتى أنه قبل أن يقتله سلم بن أحوز على الزندقة ترك عبادة الله 40 يوما، وكان يريد أن يذهب إلى أن الله عدم، وأنه ليس في السماء إله يعبد. فقتله سلم بن أحوز رحمه الله على الزندقة، ولكن مذهبه الباطل هذا لم يمت بعده، وإنما ورثه منه الجهم المعتزلة، وكذا المترودية والأشاعرة والكلابية وغير فرقة ورثت هذا المذهب في باب الأسماء والصفات وغيره. فيقول الجهمية الأوائل هؤلاء لا يثبتون اسما أي لله، ولا صفة لله، ولا فعلا. وناشر عقيدتهم الجهم بن صفوان، وهو تلميذ الجعد بن درهم. والجعد هو أول من أظهر هذا الاعتقاد علانية، وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يستوى على العرش، فكفره أهل زمانه من التابعين، وقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق، وقتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله على زندقته، وهو أحد ولاة بني أمية، وكان ظالما شديد البطش، ولكنه أحسن في قتله الجعد بن درهم. وكان في بني أمية شد على أهل البدع، وهذا يحمد لهم، كان بني أمية شديدين على أهل البدع، وكانوا يتتبعون هؤلاء الزنادقة. خالد بن عبد الله القسري في يوم الأضحى بعد أن صلى بالناس وخطب بهم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. يعني هذا يقول بخلاف القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، فيقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أيضا هذا بخلاف قول القرآن وكلم الله موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، فذبحه يوم عيد الأضحى، وحمد العلماء له ذلك، حمد العلماء له ذلك. وأيضا هشام بن عبد الملك رحمه الله لما قتل غيلان الدمشقي الذي كان ينفي القدر وصلبه
أيضا حمد له العلماء ذلك، لأن هؤلاء يفسدون عقائد المسلمين، فقتلهم وتخليص المسلمين من شرهم أعظم من أي أمر آخر، وهذا من حفظ الدين وحراسته الذي جعله الله في رقاب حكام المسلمين. تعطيل المعتزلة، يبقى الجهمية نفوا الأسماء والصفات. طب والمعتزلة؟ المعتزلة أخذوا عن الجهمية ذلك، لكن صاغوه بعبارات أخف، فأثبتوا ذات الرب وأسماءه الحسنى ونفوا صفاته، يعني أثبتوا الاسم لكن نفوا الصفة. قالوا الله عليم لكن بدون علم، الله بصير لكن بدون بصر، وهكذا. وهذا كلام متناقض، والذي أدى بهم إلى هذا التناقض محض شبهات باطلة في أذهانهم. قالوا لو أثبتنا لله سمعا قديما فقد أثبتنا إلهين، يعني قالوا إيه؟ قالوا لو قلنا لله صفات قديمة يلزم من ذلك تعدد الآلهة، والله إله واحد، وهذا قالوه بمحض عقولهم. أما صفات الرب عز وجل فهي صفات ذات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وصفات فعل متعلقة بمشيئته عز وجل سبحانه وتعالى. لم يزل الله سبحانه وتعالى بصفاته عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا بمحض عقولهم الباطلة التي أخذوها عن فلاسفة الإغريق القدماء. فعندئذ قالوا يجب نفي الصفات، وإلا لو أثبتنا الصفات لازم من ذلك تعدد الآلهة، وهذا ينافي التوحيد، وهذا كلام باطل. فالصفات إنما تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى، ولا تقوم منفردة ولا مستقلة، يعني ذات الرب سبحانه وتعالى متصفة بكل كمال، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كانت ذات ربنا عز وجل متصفة بكل كمال وجلال وليست كذوات المخلوقين، كذلك صفات ربنا متصفة بكل كمال وجلال ولا تماثل صفات المخلوقين. فالله عز وجل له ذات سبحانه وتعالى تقوم بها صفاته، صفة العلم، صفة الحياة، صفة القدرة والإرادة، صفة السمع والبصر سبحانه وتعالى. فهذه صفات وغيرها صفات تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى، ليست بمنفردة ولا مستقلة حتى يقال مثل هذا الكلام. أما الانفصال بين الصفة والموصوف فهذا في الذهن فقط، يعني لما أقول مثلا الإنسان من صفاته الذاتية، صفة من صفاته مثلا أنه مريد، ومن صفاته أنه متكلم، يبقى دي من صفاته، هذه الصفات قائمة بذاته، لكن عندما أتكلم عنها فعندما أفصل بين الذات والصفة هذا انفصال في العقل، يعني أنا أفصله في عقلي، لكن الحقيقة أنها صفات قائمة بالذات. فليس هناك سمع مستقل ولا بصر مستقل ليكون هناك تعدد، بل الانفصال في الذهن، أما في الخارج وفي الحقيقة فلا، فالله عز وجل سبحانه واحد لا شريك له، لم يزل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كان الله سميعا، ولم يزل سميعا سبحانه وتعالى، كان الله خالقا ولم يزل خالقا سبحانه وتعالى، كان الله عز وجل عليما ولم يزل عليما سبحانه وتعالى عز وجل. فهذه صفات ربنا سبحانه وتعالى تقوم بذاته عز وجل.
هذا تعطيل المعتزلة. بتعطيل المعتزلة أثبتوا الاسم ونفوا الصفة. صلاة العشاء الآن. نظرا لأذان العشاء إن شاء الله نكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.